قالت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان في قطاع غزة ستنفذ إما غدا أو بعد غد على أبعد تقدير، داعية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. بدوره كان رئيس سلطة المياه الفلسطينية المهندس مازن إغنيم قال ما تبقى من مصادر مياه في قطاع غزة لا يكفي لتأمين 15 لترا من الماء للفرد، وهو الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة. تفاصيل حاضرة أكثر مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي المهندس مروان البردوي، المدير عام تنسيق المشاريع في سلطة المياه من قطاع غزة. مهندس مروان حياك الله. حياك الله أختي الكريم، حي مساء مستمعينك ومشاهدينك. أهلا بك. وطبعا يعني ربما قطاع غزة الآن في اليوم العاشر لهذا العدوان المتواصل يعيش كارثة إنسانية حقيقية. ما يتعلق بالجزئية المائية، ما الحقيقة المائية مهندس مروان في قطاع غزة الآن؟ الحقيقة المائية أنه قطاع المياه حاليا تقريبا يعني كما حكى مع المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه 15 لتر، حتى 15 لتر غير متوفرة لأكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة. الأمر يزداد تعقيدا لتوقف معظم آبار المياه الجوفية وتوقف محطات التحلية الثلاثة في قطاع غزة، وهي المصدر الوحيد للمياه، إضافة إلى قطع مياه الميكروت أو المياه المشتراة من الجانب الآخر أدى إلى المياه. ونتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ونفاذ الوقود في قطاع غزة أدى إلى تعذر حتى تشغيل بعض الآبار وتوفير الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب أو حتى الصالحة للاستخدام، واعتماد السكان حاليا على ما تبقى من مصادر المياه عبر المحطات أو وحدات التحلية المملوكة للقطاع الخاص اللي عنده طاقة شمسية، وهذه تقريبا لا تغطي أكثر من 3-4 لتر للمواطن في اليوم على مستوى قطاع غزة. الأمر اللي أدى إلى تدافع الناس نحو هذه الوحدات وهذه المحطات لاستخدام أو جلب المياه للجالونات، وهذا الأمر في خطورة على تحركهم، خطورة يعني بعض الناس ممكن يمشي كيلو وكيلو ونصف حتى يصل إلى المياه، إضافة إلى أنه صهاريج المياه المتوفرة بصعوبة ممكن نقلها المياه بالصهاريج بسبب عدم توفر الوقود حتى للصهاريج لنقل المياه للتجمعات السكانية. هذا الأمر أدى إلى انعدام تقريبا في بعض البيوت لأكثر من 4 أيام أو 5 أيام الآن لا تصلها المياه بشكل كامل، سواء كانت بالذات في المنطقة الجنوبية من القطاع من المناطق الوسطى محافظة خان يونس ومحافظة رفح، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هذه المنطقة قد يعني تدفق عليها الكثير من سكان شمال ومدينة غزة، إضافة إلى السكان الأصليين أكثر من معظم سكان الشمال هم حاليا في مدارس الإيواء في مناطق الجنوب والوسط في قطاع غزة، الأمر اللي زاد الوضع تعقيدا من الناحية المائية. طيب تمام. مهندس مروان، اسمح لي بهذا التساؤل فيما يتعلق بوحدات التحلية التابعة للقطاع الخاص. حسب المعلومات المتوفرة لديكم ووفقا للمعطيات، يعني هذه الوحدات يعني إلى متى تستطيع الصمود، إلى متى تستطيع أن تستمر وأن تقدم هذه الخدمة ولو جزئيا لمحتاجيها؟ يعني هذه المحطات سواء اليوم غدا خلال يومين ثلاثة حتتوقف أيضا، لأنه بتعاني من وجود الوقود لتشغيل المولدات أو تشغيل البير، الأمر اللي حينفذ مصدر المياه إلها، إضافة إلى عدم وجود المواد الكيماوية اللازمة لمعالجة المياه وتحليتها، فهي حتتوقف خلال أيام. إضافة إلى أنه هذه المحطات لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للمياه للاستخدامات الإنسانية،
الإنسان يحتاج إلى المياه مش فقط إلى الشرب. نعم. فقط إلى الشرب، النظافة العامة. لأخذ بعين الاعتبار إنه قطاع غزة مقبل خلال أيام على كارثة بيئية وصحية. نعم. قد يعني يبدأ الحديث عن انتشار الأمراض، سواء كانت الأمراض الجلدية واللي بدأ في بعض مراكز اللواء وبعض البيوت لعدم توفر المياه بشكل منتظم أو حتى بالكميات الدنيا اللي هي 15 لتر لكل مواطن في اليوم، هذه غير متوفرة. محطات معالجة المياه العادمة هي لا تعمل، توقف عن العمل. محطات الضخ المجاري إلا أنها تنقل حتى المجاري على قلتها من قلة المياه إلى محطات المعالجة، معظمها متوقف بسبب عدم وجود الوقود أو نعم. عدم وجود نعم، كون كل شيء مرتبط بالآخر، ولكن ما السبيل لإنقاذ القطاع من العطش مهندس مروان؟ ما المطلوب الآن؟ المطلوب الآن هو توفير مصدر للطاقة، سواء كانت الكهرباء أو الوقود، المصدر الملح. سلطة المياه الفلسطينية إذا ما توفر الوقود لتشغيل أبار ومحطات التحلية قادرة على إدارة الأزمة وتوصيل المياه بالحد الأدنى إلى جميع السكان، لكن في عدم توفر الوقود وعدم توفر الكهرباء، الأبار المياه ومحطات التحلية ومحطات الضخ صرف المياه صرف الصحي لا تعمل إلا بالطاقة. نعم. هل تخاطبتم مع المنظمات الأممية العاملة في القطاع؟ الآن هنالك تصريح كان لمنسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما طبيعة هذا التخاطب؟ ما طبيعة هذا التواصل وما الرد؟ التخاطب والتواصل من سلطة المياه الفلسطينية من رأس الهرم، معالي المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه، إلى إحنا هنا على الأرض في تواصل مستمر مع المنظمات الإنسانية، مع أونروا، مع اليونيسيف، مع جميع المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة. وإلنا مطلب واحد، هو فقط توفير الوقود أو توفير الكهرباء، أيهما أقرب، أيهما أسرع، لأنه هذا هو المحرك الأساسي لإرجاع قطاع المياه إلى الحياة وتجنب عطش سكان القطاع وموتهم عطشاً لا قدر الله من الأمراض. لا قدر الله. الردود حتى هذه اللحظة نحن في يعني سنحاول مع الجانب الآخر سنتواصل، حتى الآن ما فيش ردود. لا يعني ردود متعلقة بعودة المياه إلى قطاع غزة. الحال لم يعني لا زال على ما هو عليه، أو لا يزال على ما هو عليه منذ يعني اتخاذ الاحتلال قراره قبل حوالي 10 أيام بقطع الماء عن قطاع غزة. بالعكس، الوضع كلما مر الوقت كلما الوضع ازداد سوءا وازداد تعقيدا في مجال توفير مياه الشرب والمياه الصالح على الاستخدام الآدمي للاستخدامات الأخرى، والتي لا تقل أهمية عن مياه الشرب. نعم، يعطيكم ألف عافية المهندس مروان البردوي، أشكرك على وجودك معنا وعلى هذه الإفادة، أعانكم الله. المهندس مروان البردوي، المدير عام تنسيق المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.